حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا عبد الملك بن ميسره قال سمعت النزال بن سبره الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرا ايه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فعرفت في وجهه الكراهيه وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا